واللي يسوي ذنب محتاج غفران، من عقر اللذات يبقى تحاته، لكن إذا الذنب كايد وبطران فترك طريقة الذنب وجنب دربها، فترك طريقة الذنب وجنب دربها. الله الله، صح صوتك صح الدك علمنا طال عمرك. احنا انا ادري ان فيك حس شاعري وفيك قنبلة بتفجرها الان. صحيح، وانا والله اني صادق اقول الرجال ده يجيب على القوافي، يعني دائما لاحظت في كم جلسة انا يعني مجاراه الان زبدة، يعني عندها بيت يقول جري، صحيح يقول من لا يسوي ذنب محتاج غفران، ومن عاقر اللذات يبقى تحت.